معالي الشيخ عبد الله حفظكم الله، يعني في الحج كيف يضبط المسلم الحاج نفسه ويتصبر على ما يواجهه من مضايقات ومن أيضا بعض الأمور التي يتعرض لها الحاج، كيف يملك نفسه في حال الغضب؟ لا شك أنه في الواقع والحمد لله قد أولا قد تجشم من المصاعب والمتاعب الشيء الكثير في سبيل أداء هذه العبادة، فإذا يكون من نصحه لنفسه ومن العناية بهذه العبادة أن يتبع كل ما يمكن أن يكون سببا في قبولها، ومن ذلك هو استشعار عظمة الله، استشعار حق الله في الحمد والشكر والتعظيم والتكبير والتهليل والعناية بجميع ما يحبه الله ويرضاه. هذا هكذا ينبغي حتى تكون هذه العبادة عبادة مقبولة. فهو في الواقع قد أتى من مكان بعيد يبتغي بذلك وجه الله، فيجب عليه أن يحافظ على هذا المقصد بحيث يصل إليه وأن يقوم بمقتضى هذا المقصد من تعظيم الله سبحانه وتعالى في مشاعره، تعظيم الله في عند بيته الحرام من حيث الطواف والتقرب إلى الله في طوافه والتضرع إليه سبحانه وتعالى، ما يتعلق بالسعي، ما يتعلق بالوقوف عرفة، هذا الموقف العظيم الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: خير ما قلت أنا والنبي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج ملائكته، يباهي بهم الملائكة. الشيطان لا ليس لا يعني لم يكن في حال من الأحوال أذل ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده حجاج بيت الله الحرام، فيعمل يعني يعمل من العمل ما يمكنه من غلبة ظنه أن يكون من هؤلاء الذين يباهي بهم الله سبحانه وتعالى ملائكته. فإذا على الحاج أن يعنى بنفسه العناية التامة وأن يبتعد عن الرفث والفسوق والعصيان والجدال بالذي هو أسوأ ونحو ذلك، كل ذلك ينبغي للحاج، وأن يكون سمحا في تعامله، متعاطفا مع إخوانه، شاعرا بأخوته مع هؤلاء، كل هؤلاء الذين ينظر إليهم هم إخوته تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمتى شعر بهذه المشاعر فهذه سبيل إن شاء الله من سبل أو سبب من أسباب قبول هذه العبادة من الله سبحانه وتعالى لعبده.